احتفاليات مدينة غاوندري يحيطها من الجنوب الإقليم الشرقي والإقليم الوسط ومن الشمال الإقليم الشمالي، ويسمى هذا الإقليم بالخزان المائي للكاميرون، وهو من أهم المناطق في البلاد، وعاصمة هذا الإقليم هي غاوندري. لقد كان هذا الإقليم منذ زمن بعيد حصنا للفتوحات الإسلامية، مما أعطاه اسم آدما، ومأخوذا من اسم آدما الذي كان من كبار الفاتحين الذي دافع عن هويتها الدينية فأقام دولة الإسلام قبل وفاته تاركا اسمه على الرغم من المقاومة الشرسة. فالزراعة والرعي من المصادر الرئيسية لاقتصاد الإقليم، حيث يستفيد الرعاة والزراع من الأمطار الغزيرة التي تسهل أعمالهم، فحولوه إلى مصدر قوت لهم. يشترك هذا الإقليم في حدوده مع نيجيريا، وتربط بينهما علاقة دبلوماسية وثقافية كما يشترك مع جمهورية إفريقيا الوسطى. يعتبر هذا الإقليم من المناطق الأكثر كثافة للسكان في البلاد، ويسود فيه بصفة عامة وفي مدينة غاوندري بصفة خاصة ترابط اجتماعي وديني قلما وجد في غيرها. فالإسلام والمسيحية هما الديانتان اللتان يعيشان جنبا إلى جنب في تضامن وتودد، وتقومان بدورهما سعيا إلى أهدافهما لإحياء الروح الديني لدى السكان، وأيضا للحيلولة دون انتشار الأوبئة كالإيدز الذي يضر الناس منذ زمن طويل. وتحضن هذه المنطقة إحدى جامعات الدولة السبع، كما تحضن أكبر محطة للسكة الحديدية. لم يترك آدم فقط أثر دينه، ولكن ترك كل الآثار الثقافية التي ترتبط بهذا الدين، ومنها دور الأمير القائد الديني والإداري الذي لا يستغنى عنه في تطوير المدينة. ومنذ عام 1830 تتابع الأمراء، حيث يتميز كل واحد منهم بإنجازاته إلى الأمير الحالي الذي يحمل اسم محمد حياة عيسى، ويؤكد التنوع الثقافي في الحفلات السنوية على أهمية مدينة غاوندري ومكانتها في هذه المنطقة الملقبة بالصورة المصغرة للقارة الإفريقية. إن عيد الفطر هنا يتميز ببدء الاستعداد له بشهرين قبل حلول رمضان، علما بأنه يوجد أحيانا تفاوت بين البلاد الإسلامية في رؤية الهلال، فيبدأ الأمير بأخذ كل الاحتياطات اللازمة لكي يأتي الشهر وقد تهيأ له الناس وللعيد. ثلاثون يوما للصيام، حيث تضاعف الحسنات، ثم يحتفل الصائمون شكرا لله الذي منحهم الصحة وأعانهم على الصوم، فيبدأون بتجهيز الساحة لمصلى العيد كما يجهزون الدقيقة لعمل مأدبة الأمير. لقد بقي للعيد 24 ساعة، وتتكثف الاستعدادات للاستفالات، فينظفون خيولهم التي هي من وسائل العرض
ولا ننسى الدراجات والسيارات لكونها من الوسائل الحديثة لمثل هذه الأحداث. ولتسهيل الاستعداد للعيد يقوم الأمير بإرسال الأزياء إلى وزرائه وإلى رؤساء الأحياء والعلماء إشارة إلى قيامه بدوره كقائد للأمة. L'amido de Ngaoundéré, chaque année, il habille tous les notables. ينقسم الوزراء الذين يتلقون كسوة الأمير سنويا إلى ثلاث طبقات من القبائل وهم الفلاتيون ومبوم وكمبا كما يقصد أيضا رؤساء الأحياء وحتى الذين يسكنون القرى المجاورة ويصل عددهم إلى ما بين 300 و 400. Lui c'est Mustapha, vient de Garoua. Mm-hmm. Moi c'est Yaya Damou. Mm-hmm. Et lui c'est Maïriga. لقد حصلنا على كسوة الأمير ونحن في غاية الفرح لأنه يعيننا. ويأتي الحاصلون على هذه الكسوة ليقدموا شكرهم للأمير مزينين له إذ هو الذي أهدى إليهم في العشر الأخير من رمضان حيث تضاعف الحسنات ويتحرى السائمون ليلة القدر. أنا مسلم وجئت لأعتكف في العشر الأخير من رمضان. Pendant les 10 derniers jours du mois de jeûne, de faire donc une retraite spirituelle dans la mosquée, c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a fait et qu'il a recommandé de faire. يعتكف الناس في العشر الأخير من شهر رمضان وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم والعمل الصالح في ليلة القدر خير من ألف في غيرها. Des prières surrogatoires et dans l'espoir d'obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah va pardonner tous ses péchés, c'est-à-dire tous ses petits péchés. ويزداد دور القائد ظهورا بتذكره للمساكين لأن الملابس بالنسبة لهم فرح ولكنها ليست وحدها. إذ أنهم في أمس الحاجة إلى قوتهم في السنة كلها وهذه المأدبة الفاخرة تمثل لهم ذكرا سنوية وتتوجه طبقات هؤلاء لاستلام هداياهم دون التمييز في سنهم أو جنسهم. أحيانا نتلقى هذه الهدايا يوم الجمعة وهذه ثاني مرة آتي إلى هنا وأنا مسرور جدا. انظروا إلى هذا الكيس الذي فيه أرز سأصنع به طبقة رائعة. ونرى فريقا من الناس يذهبون إلى شراء الخضروات بعد ضمان غذائهم الأساسي وهذا مما يدل على تباين مستوى المعيشة بين سكان المنطقة. ستستمر الاحتفالات إلى 4 أيام مما يدل على أن الناس قد جهزوا ما يكفيهم من الطعام والشراب وغيره. فالذي يستعد لرمضان في غوندري يستعد أيضا لهذه الأيام الأربعة.
ومما يسعد الباعين هو أن الزبائن يأتون لشراء الأحذية والقلمصوات وغيرها، فالكل يبحث عن احتياجاته لتجميل مظهره. لقد كنا نطرح كثيرا من الأسئلة حول أحوالنا الدينية والدنيوية في رمضان قبل مجيئه، فإذا كان الناس يفرحون بأيام العيد فإن الحيوانات على عكسهم، فهذه الأبقار تذبح بالمئات يوميا في المذابح. هذا الذبح لا يؤدي إلى زيادة العرض على الطلب، ولكن لتكون هذه الكمية من اللحوم كافية لباقي أيام العيد، ولأنها ستخزن في الثلاجات وطبخها يكون بمثابة اختبار لتمييز أصحاب المهارات في الطبخ عن غيرهم. تسمى عمليات الذبح هذه بالذبح الكبير. ستتنوع المأكولات وتزداد الشحية وتشكر الزوجات، ولا يتردد أحد في أكل هذه اللحوم التي كانت محرمة بالنهار منذ 30 يوما. هذا هو آخر يوم لشراء اللحوم، لأن رمضان قد ينتهي بعد 29 يوما وقد يكتمل 30، ولذلك اشتريت كثيرا وبعته ولم يبق إلا قليل. إننا نعمل اليوم كثيرا لأن غدا هو يوم العيد، وقد ذبحنا عددا كبيرا ليشتريه الناس. لقد بعت اليوم حوالي 80 كيلو، فحالة الشراء على ما يرام، إلا أن الإنسان دائما في حالة إلى المزيد. لقد ذبحنا كثيرا من الأبقار وبينا كل اللحوم، وسيكون العيد سعيدا. فإذا كان الجوعان يبحث عن الأكل فإن الشبعان يبحث عن الزيادة بعد ضمان عيشه. فقد حان وقت العناية بالشعر، فالمحلات هنا كثيرة إلى درجة أنه يكفي فقط وجود مشط لتجميل شعر المرأة أو وجود موس وقطعة صابون لحلق الرجل. وكل صاحب محل يكسب حسب شهرته ومهارته. ولا ننسى الأرجل، حيث تقوم النساء بعمل رسومات عليها بمهارة. بعد إكمال هذا لم يبق إلا الذهاب إلى محلات الخياطة لاسترجاع الملابس. لقد عملنا كثيرا حتى تعبنا، لأننا بدأنا قبل غيرنا، وغدا هو يوم العيد. لقد أنتجنا أكثر من 400 جلباب في 3 أشهر وهي في المخزن، وقمنا بتوزيعها وما زلنا فيه اليوم. Alors, à présent que nous sommes au bout.
ها نحن في نهاية رمضان وقد بدأنا الاحتفالات بالفعل ولم ينقصنا شيء مما نحتاج إليه من القوة والسلام والأمن والزاد فما لنا إلا الفرح والشكر لله الذي أعاننا على الصوم لقد مرت الأيام كما تجري المياه وحان وقت إخراج زكاة الفطر والتزين للعيد فالمسلمون في مدينة غوندر باختلاف أصولهم ومفاهيمهم يتجهون اليوم إلى مكان واحد وهو مصلى العيد ليصلوا لرب واحد وهو الله ومن بينهم الأمير حيث يقومون بتجهيز فرسه وخيول وزرائه ولا يتوقف استعدادهم على المظاهر فقط بل على مهارة العرض وإجادة التسلح قائلين بلسان حالهم ويل لمن أراد سوءا بموكب الأمير مدججون بالسلاح لا يتحركون ولا يبتسمون فهؤلاء المجالدون في العصر الحاضر ينتظرون رجلا واحدا وهو الأمير فيظهر في الزي التقليدي بعمامته البيضاء ملثما لا يرى منه سوى العينين وعند ظهوره يسكت الجميع ويقوم كل واحد منهم بدوره الذي حدد له الأمير فيلتحق بهم العشرات بل المئات في طريقهم وفي أقل من ربع ساعة تمتلئ شوارع مدينة غوندر بالفرسان مسرورين بتمسكهم بثقافتهم وبكونهم من المقربين لدى الأمير ويأتي وفد الأعضاء الإداريين في طابور سياراتهم الحديثة كما يأتي رجال الأمن الذين يراقبون الاحتفالات لتختتم تحت حراستهم إن وصول الأمير انتصار كرجوعه وهؤلاء متطوعون يحاكونه بنفس الجنود والأسلحة التي سيأتي بها هو وبهذه المناسبة تحضر السيدات بصفة استثنائية إلى المصلى ويستعد المصلون لأداء الصلاة فيجلس الأعضاء الإداريون لمشاهدتهم على الرغم من اختلاف العقائد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ثم يقوم الإمام خطيبا يحثهم على الاستمرار بالأعمال الصالحة بعد رمضان وهذه أكبر خطبة يجتمع فيها الناس فيستمع إليها الأمير وكأنها موجهة إليه وحده ۖ
ثم يختتمون بالأدعية التي يدعو بها العلماء للمسلمين عامة ولمدينة غوندر خاصة ويؤمنون جميعا. وبعد أداء الصلاة يرجع الجميع إلى المدينة ليحتفل كل حسب مذاقه، وقبل الانصراف يودع الأمير الأعضاء الإداريين. لقد جاءت لعامة الناس فرصة كانوا ينتظرونها لمشاهدة العرض، وقبله يشترون الحلوى والبلح. وحان وقت مواجهة الثيران، وتسمى هذه اللعبة بالثوارة. فالثوارة كما نسميها بلعبة الموت في لهجات أهل غوندر تعتبر من تقاليد بعض القبائل كهوسة، حيث يقوم فريق مدرب على هذا الأرض فيبدأ المظهر بسهولة ثم يشتد شيئا فشيئا، وهذا يحتاج إلى شجاعة. Thank you.
tauromachie. C'est également une activité devenue rare dans les cultures et les traditions populaires chez nous. Au niveau de Ngaoundéré, c'est une tradition bien conservée. Et Sa Majesté le Président Samboua tant que faire se peut à perpétuer cette tradition. لقد أصبحت السوارة نادرة في تقاليد الشعوب ولكنها حاضرة في شعب غوندري ويسعى الأمير لحفظ قيم وتقاليد هؤلاء وبهذه المناسبة يمنح الأمير أول وزيره جلبابا غاليا ثم يأتي ومعه الجنود الشاكرين له أمام الجمهور على إعانته لهم في محافظة تقاليدهم وعلى تشريفه لهم بإشارة رمح أو سيف أو صوت تجاهه. ثم ينتهي العرض وبعد ذلك يسبحون الأبقار ويوزعون اللحوم على المستحقين. يرجع تاريخ بدء هذه الاحتفالات إلى عدة سنوات قبل الاستقلال عندما كان الأمراء يذهبون إلى الحروب فكانوا يقيمون هذه الاحتفالات بعد عودتهم رفعا للمعنويات لدى الشعب de la conquête et l'importance de sa cavalerie. Il faut que la population voit les guerriers, vous voyez les gens avec les lances, les sagues tout entourés de l'Amido. Il faut que la population sente que Lord Lamido a une armée forte et solide. ثاني أيام العيد ثاني أيام الاحتفالات فكما لا تقوم دولة بدون رئيس لا تقوم إمارة بدون أمير وكما أنه لا بديل للشعب عن الاحتفال بعيد الاستقلال لا بديل لهم أيضا عن هذه العروض لكونها تمثل ذكرا للتضحية التي قاموا بها لإنقاذ الشعب La cavalerie de l'Amibé, excusez-moi le terme, nous sommes en temps de paix. Cette paix qui nous est très chère, on l'aime bien. الخيالة آلة حرب وإن كنا في زمن السلم فنرى الفرسان مسلحين على خيولهم المزخرشة. طوال هذا الصباح المليء بالألوان سيشاهد الفرسان والجنود المشاة والوزراء محترمين لدى الشعب ليس فقط لمظهرهم ولكن أيضا لمكانتهم الاجتماعية فكما أن للاحتفال أسرار فإن لهذه الأزياء أيضا أسرارها effet d'habillement, on distingue énormément de détails. هناك أسرار وتفاصيل في أزياء الوزراء حيث يصعب على المشاهد إحصاء قطعها التي تغطي جزءا كبيرا من أجسامهم لحمايتهم من الرماح وغيرها من الأسلحة
أو حتى لو سقطوا على الأرض لا يتأثرون به. La flèche ne puisse pas transpercer tout ce qu'il a. Donc, c'est des outils de protection. وينبغي تقدير هؤلاء الجنود الذين أسسوا أداماوا. والوزير الأول أولى بافتتاح الحفلة بينما نحن في انتظار خروج الأمير مشرف في موكبه. La cavalerie de sa majesté le Lamido de Ngaoundéré. Si vous voulez. إن موكب سمو الأمير مكون من عدة طبقات ومجموعات من الفرسان والمشاة ومجموعة أخرى على الأقدام ملونين في أزياء خاصة وحاملين بعض الآلات والأدوات للفت أنظار المشاهدين. ستستمر الحفلة 24 ساعة. ويتقدمهم الوزير الأول وآخرون من الفلاتيين ولكل واحد منهم مرافقون وحراس على أقدام. حاملين له كل ما يحتاج إليه. N'est-ce pas un aimant pour capter tout ce qu'il y a de maléfique? Je n'en dirai pas plus. Ces gens donc ouvrent le coffre. Et la fantasia durera 24 heures qu'ils auront la même ardeur au travail. Il y va de la sécurité de la cavalerie. بين الأناقة والمكانة يمتلك الأمير كل ما يحتاج إليه. وعند رؤيته يسود الجمهور جو من الافتخار فيبدون تقديرهم له. فموكب الأمير لا يعرقله أعاسير أو أمطار وهم مصرون على إبقاء تقاليدهم. Viennent encore quelques notables qui ouvrent le carré dans lequel se trouve Sa Majesté le Lamido, couvert par un parasol. Juste. يأتي بعض الوزراء لإفساح ممر الأمير فيظهر في مظلته الكبيرة وعلى فرسه المزخرف. وهؤلاء الجنود يرثون مهاراتهم كابرا عن كابر لخدمته. Thank you.
ونرى المشاة يحملون أسلحتهم ودروعهم في الدائرة التي حوله، وذلك لأنهم مسؤولون عن أمنه وسلامته، ولأنه في نفس الوقت قائد عسكري وروحي للأمة في هذه المدينة التي كانت في التاريخ حصنا. وطابور الوزراء يعبر عن قوة الجيش، وهم متماسكون حول قائدهم، ثم يأتي مرافقون من الشعب المؤيد له سائرين معه في جولته ليهنئ الناس بمناسبة العيد. ويأتي أصحاب المهارة في الفروسية ليهنئوا الشعب والقائد قبل نهاية الحفلة. الأمير من جهة والشاب من أخرى، حيث يسودهم جو هادئ لتسهيل الاحتفالات، ولذلك يبعدون الأطفال وحتى الأرواح الشريرة عن الساحة. وفي كل المناسبات نجد بعض الخيول مجهزة بلجومها كبديل عن فرس الأمير لضمان سيره عند احتياجه لمثلها، وليس من الصدفة أن يجهز أكثر من فرس واحد لهذا الغرض. ولكي تسود البهجة ختام الحفلة، يأتي الأمير بعرضه إحياء لأيام الفتوحات التي انتصر فيها أجداده، ممثلا بإجادة تامة لهؤلاء الأبطال. وبعد التمتع بمشاهدة الأرض، يختم الأمير الحفلة ويودعه الشعب إلى العام المقبل. هذه اللحظات مثل سابقاتها، إلا أنها تتميز بكونها للتسلية، حيث يحضر الفنانون الدوليون والمحليون لإظهار مهاراتهم الغنائية أمام الأمير وليهنئوه بمناسبة العيد قائلين: كل عام وأنتم بخير. فيأتي مداح قبل بدء الملحنين ليفتتح لهم الحفل. Zamani, 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 zamani
لقد بدأت الحفلة بالفعل وهذا عيد في عيد. وكما ترتفع الأصوات تطير أيضا الأوراق المالية لصالح المغنين. وهنا لا تكفي الأصوات وحدها ولكن يضاف إليها بعض الحركات للفت أنظار الأغنياء من كبار تجار المدينة الذين يطايرون الأموال هنا. ويأتي الفنانون الدوليون والمحليون كأمثال رقية ما يبلوى. وفاتي نيجر المشهورة أيضا في المنطقة واسمها دال على بلدها الأصلي. وكل هذا دليل على رفعة مكانة هذه المنطقة. ثم يأتي دور الفنانين المحليين وهم أيضا كغيرهم يجيدون الغناء والرقص معا. ولا يترددون عن العودة إلى تقاليد المنطقة قبل ختام الحفلة. الأمير يدعو لكم بالسلامة ويسأل الله أن يرينا العام المقبل وأن يمنحنا طول العمر ويسهل لنا أمورنا وأن يجمعنا جميعا في الجنة. وبعد الختام يرجع الأمير إلى مقره مليئا بالبهجة والسرور. هؤلاء لا يمسحون الحصان فقط لشكره على ما قام به ولكن ليشجعوه على القيام بمهمات أخرى جديدة في أرض الوزير الأول للأمير حيث يجتمع الناس لهذه اللحظة الممتعة. وعلى الرغم من تقدم سنه فإنه لا يتكاسل عن القيام بهذه الجولة التي أصر عليها لكونها غالية عنده.
cela qui va encore montrer à la population que le Lamido a de vrais alliés. إن أرض الوزير الأول يحمل رسالة مفادها أن للأمير حلفاء حقيقيون مستعدون لحمايته من كل من يحاول اقتراب مقره. Ne laisse jamais assez que on puisse diminuer le prestige de ce palais. الشيء المثير للانتباه في أرض الوزير الأول هو تشابهه بأرض الأمير إلا في حالات بسيطة، منها اختياره لطريق غير طريق سيده. التحية التي يلقيها عليه أداء لواجبه. يأتي هذا الوزير مع كونه كبيرا في السن بتواضعه أمام عدسات كاميراتنا ليعبر عن فرحته قائلا: أنا مسرور جدا وأسأل الله أن يرزقنا طول العمر. وقد أقيمت له حفلة تهنئة خاصة، ولكنهم هنا يركزون على الرقص أكثر من الألحان. اليوم الرابع من أيام العيد عرض العاهل. بعد عرض العاهل ستتوقف رحلتنا في هذه المنطقة المسماة بالخزان المائي للكاميرون. العاهل خليفة للأمير وأرضه يعبر عن معان كثيرة، منها إظهار مكانته وإحياء روح الاحتفاليات في الشباب حتى لا تتلاشى في الأجيال القادمة. We'll be right back.
ومن خلال هذا العرض يستعد العاهل كسابقيه لتحمل مسؤولية ضخمة على عاتقه، فيزهر مكانته ويشجع الناشئين ويتهيأ للقيام بدوره كقائد للأمة في المستقبل. ونلاحظ أن عرضه قد بدأ بعد الظهر، ولذلك لا نرى الرقص التقليدي، فيستفيد من دعاء الأمير له بالبركة. أستغل هذه الفرصة لأشكر كل شعب غوندر الذين وقفوا بجانبه على اختلاف طبقاتهم، وهذا دليل على تقديرهم لي. كما أن لكل شعب تقاليده وثقافاته، فإن أدماوا أيضا مشهورة بأعيادها وعروضها وثوارتها. ستزل إمارة غوندر وأميرها ما بقيت للإمارة ذكرى في التاريخ.